انا ما اقدرش ابقى رحيمه معاكي ومش رحيمه معاه. شيرين رضا تعلق على جدل مهرها من عمرو دياب. لو مش 25 قرش اوكي انا موافقه ب 100 مليون دولار. شيرين اهلا وسهلا فيك بدبي ونورتينا بايتي بالعربي. ميرسي شكرا. خبريني شو عم تعملي بدبي؟ جيت عشان اخذ الجولدن فيزا. وهيك بتكون كشفت شيرين رضا لايتي بالعربي حصريا عن حصولها على الاقامه الذهبيه من دوله الامارات. مبروك مبروك. ميرسي. مبسوطه جدا مبسوطه جدا. انا بحب دبي وكان نفسي ان انا اقدر اجي كتير بس انا كسلانه ففكره ان انا استنى الفيزا فدلوقتي خلاص اكن اطلع على طياره ووصل. ودايما شيرين بتوصل اون بوينت فخلال لقائنا اعتمدت فول اورنج اوتفيت مميز نشرت منه اكثر من صوره على انستغرام. خبريني اسم الله عليك يعني حتى في الفاشن ترندي مين بيختار لبسك او انت هيك بتختاري لحالك بتحبي الالوان الفاقعه اليوم لابسه اورنج خبرينا. انا عامه لما بيكونش عندي ايفنتس انا اللي بختار هدومي لنفسي فلا اي دونت تشوز ا ستايلست بس توداي اي هاد ا ستايلست شويه one of my friends بس لا عامه انا اي تشوز ماي كلوثز. بدك تروحي على انه شيرين تكون مرتاحه مرتاحه هيدا اهم شيء عندك. ده اهم حاجه عندي يعني اوكي في ناس تانيين ممكن يقدموا الموضه انا هقدم الراحه. ولقائنا مع شيرين اجى من بعد ايام على تصدرها الترند والعناوين الصحفيه من بعد ما نشرت تويت انتقدت فيه موضوع المبالغه بمطالب الزواج فقالت ايه الهبل ده تبذير بدون اي معنى غير الفشخره الكذابه. انا كنت قريت بوست اللي انا حطيته على تويتر ازاي الناس بتبذر يعني لما في واحد سمعوه بيكلم بنته بتتخانق معاه ان هو جايب لها 100 كوبايه وهي عاوزه 120 كوبايه ليه ده انتوا هتبتدوا العيله انتوا الاثنين بس ليه انتوا كاطفال تخلوا أهلكوا يدخلوا السجن عشان تتجوزوا. ولكن الجدل الأكبر كان إنها كشفت عن مهرها لما تزوجت بالسابق من عمرو دياب فقالت وعلى فكرة أنا مهري كان 25 قرش. كل الناس ما علقت على هاي المواضيع وقالوا إيه كيف عمرو دياب بس قدم 25 قرش لشيرين رضا. المهر ده حاجة رمزية غير كده أنا بشوفه إن هو بيشتريني يعني انا بالنسبه لي افضل حاجه رمزيه لو مش 25 قرش اوكي انا موافقه ب 100 مليون دولار. برا اعلنتي حتى انه انت بتخافي من موضوع الارتباط والزواج وحتى كنتي بتشجعي نور تركز على تعليمها نصحتيها انه ولا انت تركتيها تختار يعني في النهايه هي حياتها نور مو شيرين. طبعا هي حياتها انا كل اللي انا اقدر اعمله ان انا اقول لها التجارب بتاعتي ان انا اي جايد هير ان هي تروح فين بس في الاخر هي لازم تعمل اللي هي عاوزاه يعني انا لما قلت ان انا ما قلتش انا مش عاوزاها تتجوز قلت انا عاوزاها تبقى سعيده. وفينا نقول انه السوشيال ميديا هي المنبر اللي بتعبر من خلاله شيرين رضا عن مبادئها فاكثر من مره بتشارك بوست بهدف حمايه الحيوانات وبتظهر تعاطفها معها. الرحمه انا بتكلم على الرحمه الرحمه لا تتجزا انا ما اقدرش ابقى رحيمه معاكي مش رحيمه معاه ما ينفعش انت عندك رحمه يا ما عندكيش رحمه. وحبها للحيوانات خلاها تصير فيجن من 7 سنين. الواحد بياكل عشان يعيش مش بيعيش عشان ياكل انا ما اقدرش يعني دي وجهه نظري انا كل واحد حر طبعا في حياته انما انا ما اقدرش اموت كائن حي عشان اكله. والاكيد انه كثار رح يتفاجئوا بعدد القطط اللي بتعتني فيهم شيرين. عندي 67 قطه جوه البيت؟ لا جوه البيت عندي 10 بس ال 10 جوه البيت وعندي في الباقيين محطوطين في بيت تاني وعندي كلبين وبغبغان. معاكي بالبيت؟ 10 قطط وبغبغان صحابك. القطط دي انقاذ انا محترمي على هذا الشيء انا مش 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 بجيب قطط وخليهم يولدوا عشان ابيعهم لا انا بنقذهم طبعا عملت غلطات كتير في الانقاذ ان انا خلفه عندي في البيت بس مسؤوليه يعني مسؤوليه كبيره جدا انك انت عندك كل الارواح دي متعلقه بيكي متعلقه انك لازم تكوني حاضره ولازم تكوني موجوده واللي بيروحوا للدكاتره ما هم ارواح بتاعي ولازم تاخدي بالك منها فمسؤوليه كبيره جدا فعلا بس انا مبسوطه من المسؤوليه دي. نو نو نو.